أنا الدكتور أنس العبسي، خلصت طب من كلية الطب بالجامعة الأردنية، بعدين خلصت الامتياز برضه من مستشفى الجامعة. البصمة الأولى اللي هم الوالد والوالدة الله يحفظهم، هم نعم. اللي يعني هم اللي كانوا الداعمين الأساسيين في حياتي لوصولي إلى هذه المرحلة، بالإضافة طبعا لباقي العيلة، للزملاء، الأصحاب، اللي كل أي حدا وقف معي وصلني لهون وأعطاني الثقة والدفعة، يعني عشان الحمد لله أوصل لهاي المرحلة. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة الدكتور أنس العبسي. بداية يسعد مساك. مساك، أهلا وسهلا فيكم. كلك ذوق. في البداية طبعا حضرتك دكتور أخصائي جراحة كلى والمسالك البولي وأمراض الذكورة والعقم، وحاليا صاحب عيادة خاصة بعمان. صحيح. في البداية تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. تمام. أنا الدكتور أنس العبسي، خلصت طب من كلية الطب بالجامعة الأردنية، بعدين خلصت الامتياز برضه مستشفى الجامعة، بعدها دخلنا في هاي الدالمة تاعت الاختصاص. كنت حاب أدخل جراحة كلى ومسالك بولية، وكان شوي منافسة شوي عليها صعبة، بس الحمد لله حصلت مقعد في مستشفى الجامعة الأردنية وخلصت منها كاختصاص عالي بدرجة الماجستير نحن نسميها. نعم. بعدين بلشت أشتغل في القطاع الخاص، اشتغلت فترة بمستشفى ابن الهيثم، وبعدين هلأ إن شاء الله فتحت عيادة هنا بالقطاع الخاص شخصية يعني، وبالإضافة لبعض العيادات المناطق أخرى بغطي فيها. نعم بتوفي. إيش هو سر نجاحك وتميزك كطبيب؟ والله أول إشي يعني الدراسة والجهد طبعاً، وما بنسى الناس اللي ساعدوني اللي هم طبعاً الأهل هم بالدرجة الأولى، بالإضافة لزملائي وأصدقائي اللي وقفوا معي، والحمد لله أني وصلت لهون يعني بفضلهم. نعم. ما هي رؤيتك المستقبلية برأيك إلى أي مرحلة تطور عنها الطب الأردن؟ يعني الحمد لله الأردن ما بدنا إحنا نشهد له عشان إحنا نعرف مدى التطور الطبي في القطاع الصحي عندنا في الأردن، يعني سبعتنا سبقيتنا بنقدر نحكي، بكفي إنه كتير في دول مجاورة بيجوا هنا بتعالجوا عنا ما بلاقوا لهم علاجات، والحمد لله يعني إحنا رواد في المنطقة هاي في المجال الطبي، وبحكي دام الأردن كاملة متكاملة في كل الأشياء اللي بدنا إياها، حتى التقنيات الجديدة بالطب كلها الحمد لله موجودة عندنا، ما في أي شيء ناقصنا. نعم. شو هي أهم الخدمات اللي عم بتقدمها هون عندك في العيادة؟ الخدمات طبعاً إحنا كطب عاديين إحنا بنبلش في اللي هم السيرة المرضية والفحص السريري، هذا اللي هو الموجود في أي مكان، بالإضافة إحنا في عنا جهاز الألتراساوند أو السونار بنسميه اللي هو صورة التلفزيونية للمرضى، عشان نفحص اللي هو الجهاز المسالك البولية كامل مع البروستات والكلى، بالإضافة طبعاً الفحوصات المختبر كلها متوفرة إن شاء الله عنا. نعم. بس تحكي لنا شوي عن حصوات الكلى، ايش هي اصلا اسباب تكونها وكيف هلا بيتم علاجها؟ تمام. حصوات الكلى هو شيء كثير يعني شائع في عندنا في المجتمع، وخاصه بتكثر في فصل الصيف لانه بصير في عندنا فقدان للسوائل بالجسم. لها اسباب كثيره، 60% من حصوات المسالك البوليه بيكون سببها هي الوراثه، يعني بيكون في عندنا عامل جيني، فمعظم المرضى بكون في عندهم برضه حدا من أقاربهم بالدرجة الأولى، بكون في عندهم برضه سيرة مرضية من اللي هو تاريخ مرضي بالحصوات المسالك البولية. هاي أول شغلة اللي هو الجينات. في عندنا طبيعة الأكل كمان تفرق، إنه واحد يكثر مثلا الأملاح، ملح الطعام، اللي هو الأجبان، البيض، هاي كمان ممكن تزيد عندنا تشكل الحصوات، بالإضافة لعدم شرب سوائل كميات كافية، وطبعا في بعض الأدوية ممكن تسبب الحصوات المسالك البولية. كيف ممكن نشخصها المريض؟ هلا الحصوات المسالك دائما بتتشكل عندنا في الكلى، طول ما كانت في الكلى ممكن ما تضلها صامته او ما مش عامله اي مشاكل او اي اعراض عند المريض، لكن عند نزول هالحاله
بتعمل انسداد للكلية وبصير في عنا مغص كلوي شديد عند المريض، وهو وقتها بيجي عنا بناخذ اللي هو السيرة المرضية، نفحصه سريريا وبنعمل له صورة تلفزيونية مبدئية. وقتها هو حسب النتائج هاي ممكن نطلب له الصورة الطبقية، وبالتالي بنشخص الحصوة بالمسالك البولية. نعم، ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر عليك والتقيت بصاحب الجلالة، ماذا ستقول له؟ طبعا نتشكر صاحب جلالة الملك عبد الله الثاني، وهو طبعا داعم الشباب الاول عندنا في الاردن، وكل الشكر له. ويعني ايش ما بنحكي ما بنقدر نوفي حقه. نعم، بس اكيد انت في حدا ترك بصمه بحياتك واعطاك الدافع لوصلت لهي المرحله. نعم. فانت لمين بتحب توجه رساله شكرك لبرنامجنا؟ البصمه الاولى اللي هم الوالد والوالده الله يحفظهم، هم اللي يعني هم اللي كانوا الداعمين الاساسيين في حياتي لوصولي لهذه المرحله، بالاضافه طبعا لباقي العيله، للزملاء، الاصحاب، اللي كل اي حدا وقف معي وصلني لهون واعطاني الثقه والدفعه، يعني عشان الحمد لله اوصل لهاي المرحله. ومفكر ان شاء الله كمان انه كمان وكمان ان شاء الله ان اقدم لقدام ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق. شو بتحب توجه نصيحه للشباب وخصوصا المقبلين على دراسه الطب؟ تمام. الطب يعني خلينا احكي عنه سهل وصعب. سهل اذا الواحد شافه سهل، وصعب اذا الواحد شافه صعب. طبعا هو بده جهد، بده متابعه، والدكتور المتميز لازم يضل خلينا احكي لك مطلع على اجدد المعلومات واجدد التقنيات عشان تضلك متميز. ما بزبط انه احنا نوقف دراسه باي وقت او اي مرحله، لازم الواحد يضل طموح لقدام عشان تضلك ان شاء الله يعني من الاوائل ان شاء الله. ان شاء الله. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ وين موقع عيادتك وشو هي اصلا طرق التواصل؟ العياده هلا فتحناها ان شاء الله في طبربور في شارع النهضه، مجمع اسمه مجمع الفداء الطبي، هاي اللي هي العياده الرئيسيه. في طبعا عيادات ثانيه ممكن ناخذ فرجيهم البزنس كارد تاعنا وعليه رقم تليفون الشخصي، واي وقت طبعا احنا بالخدمه، لانه الطب يعني هو مهنه انسانيه قبل ما يكون اي شيء ثاني. شكرا لك. اهلا وسهلا. وفي نهايه هذا اللقاء اعزائي المشاهدين نود ان اشكر الدكتور انس العبسي على حسن استضافته لنا، وعلى امل اللقاء بكم جدا. نورت. اهلا وسهلا، شرفتونا.